سوف نتحدث اليوم عن التقارير. يوجد العديد من التقارير بالنظام، سوف نتعرف على بعضها الآن من قائمة المحاسبة المالية. نختار التقارير. سوف تنقسم التقارير إلى ثلاث قوائم فرعية، وهي قوائم محاسبية وتقارير مالية وكشوف حسابات ومراكز التكلفة. تحتوي كل قائمة من الثلاث على العديد من التقارير. أولاً، بند قوائم محاسبية مكون من تقرير الرسم البياني للحسابات ودفتر النقدية ودفتر البنك وقيود اليومية وقائمة العمليات وقائمة الفواتير وتقرير الفواتير المعلقة. أما بخصوص بند تقارير مالية وكشوف حسابات، فهو مكون من تقرير دفتر الأستاذ العام وحساب دفتر الأستاذ ودفتر الأستاذ للحسابات الفرعية وأرصدة الحسابات الفرعية ورصيد عمر الحساب وتحليل الحسابات وكشف حساب وميزان المراجعة وميزان المراجعة للحسابات وبيان الربح والخسارة وقائمة المركز المالي. أما بخصوص تقارير بند المركز المالي، فهي تقرير دفتر الأستاذ حسب مركز التكلفة وملخص حساب مركز التكلفة والتحليل الشهري ومقارنة الموازنة التقديرية لمراكز التكلفة التحليل الشهري للموازنة التقديرية لمراكز التكلفة ومقارنة الموازنة التقديرية لمراكز التكلفة التحليل الشهري للموازنة التقديرية لمراكز التكلفة ومقارنة ميزانية حسابات مراكز التكلفة، وأخيرا تقرير ميزانية مراكز التكلفة تحليل شهري. أما بخصوص طريقة عرض التقارير، واحدة وسهلة. ندخل على أي تقرير موجود لدينا مسبقا مثل ميزان المراجعة، وهو التقرير الأهم بالنسبة لكل المستخدمين. بعد تحديد الخيارات لدى منشأتي، يمكننا تصدير التقرير إلى ملف إكسل أو ملف وورد أو ملف بي دي أف، أو نقوم بالعرض ومن ثم طباعة. وللعرض انقر على عرض، سيظهر تقرير ميزان المراجعة. أيضا أستطيع طباعته من النقر على طباعة في أعلى يسار الشاشة، كذلك إرساله عبر البريد الإلكتروني.